شايفتك عم تلبس. ان شاء الله اليوم رايح تسهر بالقهوه كمان؟ اي نعم. عندك مانع شيء؟ بعدين اذا ما سهرت القهوه وين بتسهر يعني؟ معك؟ وليش هيك عم تحكي مثل القرفان؟ هلا ما عاد تعجبك سهرتي؟ نسيت ايام الخطبه قديش كنت تخفق لعنا مشان تسهر معي. لا ما نسيت. وهلا شو بدك مني؟ يا شاهر حط لي عقلك براسك وانسالي هالقهوه بقى. اذا بدك تروح روح سهر مو مشكله، بس مو بهالقهوه. ليش شو بهالقهوه؟ ليش مو عاجبتك؟ على القليله كل زباينا قبضايات وزقرتيه. قبضايات؟ اقول مجرمين وقطاعين طرق ونشتريه، لك اقل واحد فيهم اخذ له حكم 5 سنين، بقى شو فوتك بيناتهم انت اه؟ ليش انا مو مثلهم؟ لا سيدي مو مثلهم، انت كل يلي انحبستهم شهر زمان ظلموا تبلي مشان مخالفه صغيره، يعني لا سرقت ولا قتلت ولا نهبت. لك يا انصاف، صحيح هن كلهم محكومياتهم كبيره، وفي شي منهم مقضي نص عمره بالحبس، بس بيضلوا زملائي، يعني بيضل اسمنا خريجين حبوس. وأنا بصراحة بحب القعدة معهم لأنه الزكرتية عن حق وحقيق، يعني بتلاقي الواحد منهم خلقه براس مناخيره، وشه ما بيضحك للرغيف السخن، وإيده والضرب دغري، وكل الناس بتستهابه وبتخاف منه. وإن شاء الله ناوي تصير مثلهم. ليش شو ناقصني حتى ما أصير مثلهم؟ اسمعوا على الحكي، هلأ إذا رحت لقيت لك شغلة تنفعك مو أحسن لك؟ شغلة القبضاي والزكرت أحسن شغلة. لك هاي المصلحة بتقص المصاري قص، وكرس مالها خير زاري صغيرة، وعيون عم تقدح شرر، وصوت بيهدر هدر. يلا أنا ماشي. جيب لك معي شيء وأنا جاي على الطريق. ما بدي. شو رأيك جيب لك معي شوية عوامة؟ ما بدي بطيخ بسمة، تيسر. صدق بالله لا اله الا الله، ضليت هربان بالجبل 3 سنين ما في ابن مره بيقدر يلحقني لهنيك، عايش بين الدياب والوحوش والكواسر، بقى مين بيقدر يطولني هنيك؟ لك الدياب الجبل والفت علي، لك ايه صار يمروا من قدام مني ويكملوا طريقهم كانهم مارقين قدام شي صخره. الله اكبر. بتعرف اخي سطور؟ ايه دياب الجبل بتشم ريحة الجبال من بعيد وبتهجم عليه، ايه اما القبضايات والزقرتية ما بتقرب عليهم، ما لها مصلحة. معلوم ما بتقرب لأنه عندها نظر وبتفهم وبتأدي. طيب طالما كنت قاعد بالجبل وما حدا أدب، كيف لحتى وقعت بالمصيدة يا أخي درغام؟ آخ يا سطوفة غدر، غدر يا سطوف غدر. لا 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 على هالشغلة، لك يضرب الخسيس وعيشته يضرب. نزلت على البلد لأشتري لي شوية غراض وشوية تتون، وتاري واحد من جماعتي مخبر علي الدواسيس والعوينية. يا الله لا يعطي العافية. ما لاقي لك إلا 50-60 دركي صاروا حوالي، وأنا بتعرفني ما بسلم حالي بالسهل، ما بروح رخيص أنا. ولو أخي درغام أنت أبوها. وبلشت لك فيهم، بإيدي اليمين طير لك 5-6 درك، وبإيدي الثاني 5-6 درك. هيك ها؟ الله محيي اصلك. بس بالاخير الكتره بتخلب الشجاعه اخي سطوف، لكن تكاتروا علي وربطوني بالزنازير. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه شو صار بعدين؟ شو صار يعني؟ رموني بالحبس ونتروني 10 سنين سجن، قضيتهم على فرد جنب وانا عم بضحك والعب. ايه بسيطه، الحبس لرجال اخي درغام. إيه. بس بتعرف على شو ندمان؟ على شو؟ على اني ما تعرفت عليك بالحبس. تسلم يا سطوف تسلم. هات نهرة لهون ولا؟ ناظر يا بضاي. ليش انت بأنه مهجع كنت نازل؟ مهجع التالي القتلة، بأنه مهجع بده يكون يعني؟ أنا أساسا ما برضى بنزل إلا بهالمهجع هذا. معلوم، هذا أحسن مهجع، كله قبضايات وزقرتية وناس معدلة، بريع عليه. أهلين. خير يا شباب. اهلا شوشو. اهلين. مرحبا شباب. اهلين. هذا المحل فاضي؟ ايه. ومولا ومعود هنيك، اي طاوله فاضيه هنيك. امشي.
مستحيل. آخر المطاف نقعد مع شوشو. لحق معاه. عدي شهر زمان بالحبس صار بده يقعد معنا الأفندي. لا بالفعل هزولات. طبعاً. العاب سيدي العاب. هات كاسة شاي لهون يا ولد. ما تقول إلا وصلت. يا أخي يا أخي بأوروبا بيشهوك الإجرام، شو هالحكي؟ شلون؟ أخي عندهم هنيك جريمة منظمة وكل شيء محسوب حسابه. بعدين العصابات هنيك إلها قوانين وأنظمة ما حدا بيسترجي يخالفها. لو شو هالحكي؟ مافيا، مافيا فظيعة. بعدين الصغير بيحترم الكبير. وكل واحد بيشتغل شغله بدون لا يسأل ولا يكتر غلبي. الله ربي. يا هيك شغل يا بلا. انت شوف سرقات البنوك الكبيرة كيف بتصير. بدنا 200 سنة لحتى نوصل لهالمستويات، شو هالحكي؟ هلا شو جاب لجاب؟ بدك تقارن لي عصابات اوروبا بالعصابات الهفتانية اللي عنا. يا حسرتي علينا يا صياح، كل العالم سبقتنا. بعدين وينكم؟ الكلمة هنيك بين العصابات كلمة، مثل القانون تمام. يعني إذا زعيم عصابة عطى كلمة معناها خلاص. بده ينفذها ولو على قطع رقبته. يا سلام على الاخلاق، يا سلام. مو مثل عنا الحراميه والمجرمين ما عاد عندهم لا اخلاق ولا ناموس. وتصديقا لكلامك خفاش، اسمعوا على القصه اللي صارت معي. اسمعوا. هات سمعنا. هذا يا سيدي من سنتين عصابه ابو الليل طلبت مني شويه ذهب مسروق، وبتعرفوا انا لما بتدقر معي تاجر لي شوي بالذهب المسروق. عين العقل اخي صياح. مالك بالطويل، اتفقنا على السعر والكمية وموعد التسليم، وأنا من طيبة قلبي ما بتحقق الذهبات سلف، وما أخذت معي حدا من جماعتي على مكان التسليم. متاري لك الجماعة عاملين لي كمين وبدهم يشلحوني الذهبات ويطلعوني بصمة. شو هالحكي؟ يخرب بيتهم شو حرامية. ايه وقدروا عليك أخي صياح؟ له يا موس له، وحياة عينك ما طلع لهم معي. هجم علي أول واحد فيهم وبإيده خنجر، كمشت له إيده وطقيت له إياها وشلحت الخنجر وبلشت أعلم على كل واحد فيهم. قلت له اركضوا اركضوا لعند معلمكم أبو الليل وقلوا له لحم صياح المدحلي مر وما بيتاكل، وإذا اتاكل ما بينبليع، وإذا انبلع ما بينهضم، وإذا انهضى. عفارم عليك عفارم عليك يا صياح، مو كل طير بيتاكل لحمه. بيت أهلي. لك بيبو وين الشاي؟ لو طول بالك علينا، شو بك عم تصرخ علينا؟ هات نارا يا ولد. يا ولد أحلى نارا للمعلم الخفاش. أهلين ميمو. أهلين بصياح المدحلي. والله صياح بيك ولا؟ شو أخبارك شوشو؟ أنا اسمي شاهير، شاهير مو شوشو. أحلى شاهير والله، أحلى شاهير. احكي لهم شاهير، احكي لهم للشباب شلون هربت من الحبس بعد ما انحكمت شهر كامل. ومين قال لك هربت؟ أنا ما هربت، قضيت محكوميتي وطلعت. ويمكن طلعوا بثلاث ارباع المدة. يا أما راح بالعفو. حلوة. شبك مقلوب وشك؟ عم يتمسخروا علي يا أنصار. عالروحه وعالجية بينادولي شوشو. على اساس انهم زملائك ومتخرج انت وياهم من حبس واحد. مزبوط، بس هنن ما عم يحترموا الزماله اللي بيناتنا. كم مره قلت لك بعد عن هالشله؟ ما كنت تسمع مني. رح بعد، بس مو قبل ما افرض هيبتي عليهم وورجيهم اني مثلهم وما بقل عن اي واحد فيهم. بس شلون ما بعرف، لازم نلاقي طريقه. تأخرت القهوة السادة تبعي. هلا بتصل يا بضاي. تدير لشوف. هذا راسي يا بضاي. جيب واحد مي معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا شوشو. شلونك؟ الحمد لله ماشي الحال. شو عم تشتغل هاليا؟ ما عم اشتغل شيء. لا، ليش بقى؟ لأني محكوم. قال شوشو محكوم. قال لي شهر زمان بالحبس بده يسمي حاله محكوم. لا بالفعل هزولات،
هزلت تماما يعني. المسكين بده لاحق مع ليه وما عم يعطوه. أهلي شوشو. تفضلي ام عادل. يسلموا. الله يسلمك. الشكوى لله يا ام عادل، ما كان لا يسمع ولا يقنع. تقولي حاطين له شي سحر بهالقهوه مو هيك؟ هو الثاني الله يصلحه ويهديه، شو بده بهالعلقه؟ يعني هو قد صياح المدحله ولا الخفاش ولا الموس؟ منو هدول كمان؟ يعني ما بتعرفيهم؟ هدول زبونات رفقات جوزك اللي بيقعد معهم بالقهوه. وهيك اساميهم؟ هدول جماعه مجرمين وقتالين قتلة ومشلحين، شو بدك تكون اساميهم يعني؟ سوسو فوفو؟ والله رعبتيني يا ام عادل. يا خوفي ورطوا شي ورطه لجوزي او يعلقوا شي علقه وسخه. لا تستوعدي شي اختي انصاف، هدول الجماعه بتصدق عنهم كل شي. دخيلك يا ام عادل، شو لازم اعمل؟ لا تعملي شي ولا على بالك، بس انتي شوفيلي ليش عم يهرب من البيت ويروح على القهوه؟ لانه ما حدا بيهرب من بيته بدون سبب. اساليني انا. شو قصدك؟ بعدين مين قال لك انه عم يطفش؟ لك انا الشغلات اللي عم يعملها شو بتسميها؟ ما بعرف. لكن ليش عم بسالك؟ السرداب اللي حفرته تحت الزنزانه طوله اكثر من 20 ذراع. وشلون حفرته يا حزركو؟ بالكريك. لك ليكو التاني ليكو، قال كريك قال. اش وين قاعدين نحن؟ برشة النافعة. لك بشو حفرته؟ بالمعلقة وبأظافيري هدول. ضليت عم بحفر سنتين مثل الخلد لحتى وصلت برات الحبس. وكان. ايه وبعدين هربت؟ لا ضليت جوا، معلوم هربت. وعلى اثر الشغله نقلوا مدير الحبس وكل طاقم الدرك اللي هنيك وبدلوهم بطاقم جديد. بس وينك؟ ما ضليت برا كتير، شهرين زمان ورجعت. ولو تشوفوا رفقاتي المحابيس شلون استقبلوني. الله وكيلكم الله وكيلكم. ضلت العراضات والدبكات شغاله 3 ايام. ليش؟ ليش؟ لانه فلت الحبس بغيابي. قاموا ما صدقوا لله ايمتى رجعت ومشيت لك المحابيس كلهم مثل الالف. بالفعل يا جماعه، بالسجن إذا ما في زعيم أبضاي وإله كلمة على كل المساجين بيفلت السجن وبتضيع الطاسة. يا سيدي الله بعتك رحمة لهالمساجين المقاطيع المساكين. شو هالحكي؟ الله وكيلك ما لح بين يدي كف واحد. من أول كف انفخت طبلة إدنه. إيه؟ ارتبط لسانه وهروا له 3 سنان من بيناتهم درس العين. بري عليك أبضاي، ما بنخاف عليك بتاتا. لك وينك يا سليم؟ يلا يلا ليكني جاي. يلا حبيبتي. لو كنت عم تطبخ خروف محشي كان خلاص. وينك هلا؟ الحق معك ام عادل. لا تأخذيني، بس شو بدي ساوي يعني؟ هيك وانا عم بغلي القهوة طففت الدولة على البوتوغاز. شو طففت الدولة على البوتوغاز؟ مو بيدي غصب عني ام عادل. بالظاهر انت ما بتفهم. ما بتفهم انت؟ كم مره انا نبحت عليك لا تلقم الدوله وهي موجوده على الغاز؟ الحق بايدك، بس ولا يهمك. ليفت البوتوغاز رجع انظف من اول الله الوكيل. ليش من اول كان وسخ؟ انا بخلي بوتوغازي وسخ؟ لا لا ام عادل، مو هذا القصد. روينا هلا الله يخلي لناكي. شو روينا وما روينا؟ هي من انت؟ انت كنت توجه لي ملاحظات؟ مو ملاحظات، انت الثانيه ام عادل. ملاحظات عاوز لها. المهم هلا خد مقشه وروح كنس لي ارض ديار، انا ظهري واجعني. حاضر على عيني ام عادل، بس معلش بصير كنسها بعد ما اشرب قهوتي معك؟ ما شاء الله عليك، ومن انت كنت صاحب مرا اشرب قهوتي معك؟ أصلاً ريتها تضرب هالقهوة شو زايطة، والله كأني عم بشرب شطافة طناجر. مو أنت بتحبيها خفيفة؟ حيرتيني أم عادل الله يخلي لي إياكي، يعني بساويها تقيلة بتقلي لي ولي على قامة هالقهوة كأني عم بشرب طين، بساويها خفيفة بتقلي لي شطافة، غسالة، سايطة، احترت بأمري أم عادل الله يخلي لي إياكي، على أنه بر بدي إرسي يعني. ولك سليم؟ مري. مالك شايف إنك عم تاخد وتعطي معي كثير؟ مين معلمك علي؟ احكي. ما حدا. ما حدا علمني عليك يا مخلوقه، وحدي ربك شو الحكي. بعدين تعال اقول لك.
ليش مدينه لجارنا ابو مسعود 200 ليره بدون ما تقلي اه؟ شو انا رجل كرسي بهالبيت؟ لا بس معادل انت بتعرف انت ما بتعرف انه انا متخانقه انا واخته يسرخنا على العمى؟ صحيح بجوز معادل بس الزلمه كثير منيح معي كثير عم اقول لك معادل ما شو دخلنا باخته الله يخلي لي اياكي بعدين ليش هيك عم تعملي فيني هيك؟ معادل ما بجوز والله ما بجوز يعني والله شيء حلو عال وعم ترفع صوتك علي كمان اعوذ بالله اعوذ بالله شو ارفع صوتي بس شوف سليم انا ما بحب حدا يراجعني بكلامي منوب فهمت ولا ما فهمت؟ فهمت بس يعني ولا حرف. طب يا معادل ليش هيك انت يعني عصبية وطبعا خلاص خلصنا بقى حمين حالك فوت على قطك نلعي من خلتي شي حي والله صار مين ما كان بده صوتي حيطي. ماشي الحال معادل ماشي الحال بتأمري انت. بتصير عم بقول لك ما بتصير ليه بقى وقف ولا هاي هي قهوة العبضايات اي نعم وصلت لا ما حسرت هاي اسمها قهوة الصراصير قهوة الجبناء والجربيع بضايا اللي فيكن ولا لك بدي رجال واحد بس يوقف بوشي ويتحداني لك شو بكون شو بكون ما في مين يتحداني لك اخص عليكم من السكرتية ما عرفتوني من وانا مو هيك لك انا سوسو السفاح سوسو يلي جاي يكسر راسكن ويورجيكن قيمتكن على كل حال هاي جلسة تعارف وفشة خلق بس وبكرة أنا راجع لهو بكرة وشوفولي شي واحد بدها تبكي أمه عليه خليه واجهني بكرة شو بنا شباب؟ ليش ساختين؟ العمى؟ من وين؟ لك ما التقى بيناتكم رجال يقوم يقدح وكف يفك كلهم يعوا ويوقفوا عند حده؟ لك صدقوني كنت راح اقوم فك نيعوا مثل ما شفتوا ما بلقى بين ايدي اللوحه وليش ما امن؟ خفت يكون معه خنجر لأن مبين من عيونه ضريب خناجر وهدول ضريب الخناجر انا بخاف منهم كثير لا لا ما بظن انه يكون ضريب خنجر لو كان ضريب خنجر كنت أفرته من النظرة وكنت فزيت بعت له كشو لك شو نسيتوا انه اسمي انا الموس الناس سموني هيك لانه ضربت موسي ما لأخت وعياره معي ضربت موس واحدة ما بتتنى ايه وليش ما عمت ورجيتنا شطارتك انت التاني ومين قال لك ما كنت راح اقوم درغام كنت راح اقوم بس خفت يكون معه برابيلو وانا اللي من ايش بتخاف بهالدنيا بقول لك ما بخاف غير من الجردين وفرد البرابيلو يخرب بيته شو غدار لا لو كان معه برابيلو كان بيّن تحت وعي لا تنغش خفاش بجوز يكون مخبي هون ولا هون ولا هنيك ويا سيدي بجوز يكون معه شنتياني كمان او بجوز يكون ضريب شنقال بعدين الزلمة مبين انه مو فرق معه حدا بقى شو رقم هاد يعني لو ما كان قد الحكي اللي عم يحكيه قدامنا ما كان استرجع يفتح تمه مين دعمه يا ترى
على كل حال بسيطة شباب، الله يطعمه ويجي بكرة بيكون جنى على حاله. بالفعل يا جماعة، بكرة لازم نورجيه قيمته ونوقفه عند حده. الله وكيلك يا أنصاف، لك ما حدا استرجى يفتح تمه بحرف واحد. وشو السبب؟ فات فيهم باب لخم، وكل هالمراجل اللي كانوا عم يتفكروا فيها طلعت على فافوش. يعني هو قوي لهالدرجة؟ لا مو مبين عليه هيك شيء. لك الله وكيلك، إذا أنا هجمت عليه لأبطح وأمسح فيه الأراضي. أنت بدك تهجم عليه؟ إذا صياح المدحلي والخفاش وسطوف ما هجموا عليه، شلون إلك قلب تهجم عليه؟ ما بعرف، بس لو بتعرفي يا أنصاف قديش تمنيت إني أقوم كسر له راسه قدام كل الموجودين، كنت ساعتك برت بعيونهم وصاروا يهابوني ويحترموني غصبا عنهم. وإن شاء الله عمرهم ما يهابوك. كتير مضطر لهالشغلة يعني؟ إيه والله مضطر، ولازم ورجيهم إني ذكرته قبضاي أكتر منه، وهي الفرصة اجت لعندي. شو قصدك؟ ولا شي سلامتك. الصباح رباح. يا جماعة، إذا أمه لسوسو رضياني عنه ما بيقرب على هو اليوم. فعلا، لأنه رح يندم على الساعة اللي بده يفوت فيها لهون. ومو بس هيك، إيه والله لا خليه يندم على الساعة اللي فتح فيها عيونه على هالدنيا. لك يا خوفي اليوم يعلق شاهر مع سوسو السفاح. من وقت سوسو السفاح كمان؟ شو صار معكم يا صراصير؟ ما طلع فيكم رجال واحد يتحداني؟ ولك انا سوسو السفاح، عرفتوني؟ مين انا؟ سوسو السفاح. ما سمعتكم؟ سوسو السفاح. ما اسمع صوتك يا صياح المزبلة. مدحلي معلم، مدحلي. هاي الطاولة عجبتني وبكرة بدي اقعد عليها، واذا لقيت حدا فيكن قاعد عليها معناها هذا اللي بده يتحداني. راجعكم بكرة، فهمان يا صياح ال... مدحلي معلم، مدحلي بعرضه. لا المزبلة بأمرك. شو اللي طالعك بأنصاف الليالي؟ بعلمي انت تعبان وفتت على غرفتك لحتى تنام. صحيح حبيبتي، بس لقيت حالي ضايق خلقي، فقلت لحالي يا ولد روح سهر عند رفيقك سهرة بريئة. اتأخرت الظاهر ما هيك روحي؟ مو مشكلة، حسابك بعدين. وانتي ولو كان هالشي مو من شغلي، لوين رايحة؟ على المقبرة. ولي على المقبرة؟ خير حبيبتي خير، شوفي ليش؟ لأنه كل ما بحط ورد وقاس على قبر أبي تاني يوم بجي بلاقيهم مسروقين، بقى بدي روح ألطى هنيك ناح القبر لحتى أشوف هالحرامي، بركي بدق بخوانيقه بقتله. صح صح صح، والحق معك، بس يعني ما بعرف حبيبتي، يعني أحيانا بالمقبرة بصير هيك شغلات. مو شغلك. يلا نقلع على البيت. أنت إيه طيب لك يلا قدامي للشغل. إيه لازم تسمع على خير حبيبتي، حرك يلا. أيوة الحقك وعارف قصتك لو رحت لآخر الدنيا.
ابو الشباب؟ ليه عم تطلع فيه؟ انا؟ ايه انت مشبه علي شيء؟ لا لا ابدا. ليش هيك عم تطلع فيني هيك عيوني؟ هيك عندك مانع شيء؟ لا 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 ابدا، خذ راحتك. ليكون ما عجبتك. لا ولو هو على عيني، انت انت على عيني وراسي. ولو لكان احي اضحط لاخر الكرسي، بدي مد رجلي احي. ايه امرك امرك، ليش لا، مد مد فرفد مد مد. اذا مضايقك بقعدتي هون بقوم بمشي. لوين؟ بقعد على الكرسي اللي هنيك فاضي، ما في حدا ما بهني، او اذا بدك برجع على بيتنا برجع. ولك بس بدي افهم، انت شو قصتك؟ انو قصه حبيبي؟ احكي معي منيح ولا؟ والله عم بحكي عيوني. انت ما عرفتني مو هيك؟ لا والله ما عرفتك، ما حصلنا شرف. انا من زباين قهوة القبضايات اللي حضرتك شرفتها مرتين ونفشت ريشك على الاخير، تذكرتني؟ مو كتير عيوني، لانه القاعدين كانوا كتار. ما علينا، لك شلون بالقهوة بتعمل قبضاي وزقرت وهون كلك شقفة جربوع وجبان؟ الله يسامحك معليش، الله يسامحك. الله يسامحك؟ هذا اللي طلع معك؟ كنت متوقع تعمل لي قتلي حشك ولبك. هي عم زلك وعم يهينك، اضرب ولا؟ اضرب لك اضرب! ايه معليش معليش، لو حكيت معي هالكلام بالقهوة كنت عملت لك اللازم، بس هون ما بقدر ما بقدر. وليش بقى؟ معليش، هي شغلة بتخصني إلي معليش. طيب ملحوقة، وبكرة بنتواجه بالقهوة، ولا ليكون بطلت تجي لأني كشفتك يا خروق؟ لا لا ولو، رح اجي واعد الشباب والقبضايات اني اجي، ما بقدر اخلف الموعد. اسمع لي شي ارجوك، يعني اذا بتريد تركني هلا، تركني تركني تركني. انت تركني حليق لك حليق. ايه ماشي الحال، شو عليه؟ امرك امرك احلي. يعني نويت تضربه بكرة؟ مو بس بدي أضربه، بدي أمسح فيه الأرض مسح، بدي أعمله مثل الخرقة، بدي أعجنه عجن. أنت متأكد أنك بتقدر عليه؟ لك طبعاً متأكد، قلت لك اليوم كان بين إيدي مثل الصوص. يا شاهر ما بدك هالشغلة، اسمع مني، خايف يعمل معك شي ملعوب. وشو بده يعمل يعني؟ هذا بيطلع بإيده يعمل ملعوب؟ اطمني إنصاف اطمني، بكرة رح تسمعي أخبار بتسرك، من بكرة رح صير قبضاي الحارة وزكرتي تبعها. والله لصير امشي بالعرض وارفع مناخيري للسما والله. ويا ويلو، لك يا ويلو اللي بده يتجرأ ويرفع راسه بوشي. بدي خلي الكل لما يمرقوا من قدامي يطخوا ويطلعوا بالأرض. من بكرة رح صير شاهر جديد غير شاهر هذا اللي قدامك. هلا كل هذا لأنك رح تضرب سوسو؟ ليش قليلة قصة سوسو؟ لك هذا سوسو الله سبحانه وتعالى بعت لي اياه وقفه بوشي لحتى ينشلني من اللي انا فيه. والله يا خوفي بكره سوسو يعمل لك قتله حشك ولبك ويبهدلك قدام العالم اكثر ما انك مبهدل. قومي من قدامي تضربي بهالملافز، قومي. هل يعمل لي قتله؟ اه. حلوه. مرحبا يا بضايات. أهلين شوشو. شي ليكو بشوف المجنون الآن العمى هذا طقوا فيه ذاته بالمرة. شبنا شاهير، يعني ما حليت لك القعدة بالقهوة كلها غير على الطاولة. ليش شبه الطاولة؟ شو نسيت أنا طاولة سوسو السفاح؟ بلا سوسو السفاح بلا بطيخ مبسمير. أصلاً أنا قعدت هون قاصد لحتى اتحركش فيه وامصع له رقبته. انت؟ ايه انا اللي بدي واقف بوش السفاح ودافع عن كرامتكم.
انا اللي بدي احفظ لكم هيبتكم وهيبه الحاره وسمعتها، والقصه كلها ما بدها الا ابضاي واحد وبس يوقف بوشه، وبهالقهوه كلها ما فيها الا ابضاي واحد، هو انا، والباقي كله اخروق اخروق. شو لا؟ ليش قاعد هون انت؟ انا بقعد بالمطرح اللي بيعجبني، واللي ما عجبه في حيط 2 3 4 ينطح راسه فيه. بس انا قلت هي طاولتي، ويلي بده يقعد عليها بيكون عم يتحداني. وانا عم اتحداك، ورجينا مرجلتك. انت من كل حالك عم تحكيه؟ ايه من كله، لكان من نصه. شاهدين يا جماعه، هو اللي حكاها بتمه، هو اللي جنى على نفسه. لا ولا قوة إلا بالله. لك الله يصلحه ويهدي. ايش بده بهالشغلة؟ تعال انت. مو انت. تعال انت. ايوه. صياح المدحلي. ايه بأمرك معلي. وتعال انت وياه صطيف الموس. امر معلي. أنا ما بتنازل وصخ إيدي بهيك واحد، عملوا له اللازم. أمره ماشي. وين جايين؟ شو صدقتوه؟ لك يا لا يا شوشو لا. خليني أحكيكم القصة. ما لقيت غير سوسو بيت. شو بكون هدي عشان خليني. جيت على البيت؟ شو قاعد عم تعمل هون؟ انا شو فهمتك؟ ها؟ قوم ولا قوم انجر قدامي على البيت لشوف. قوم اتحرك. صحي ما بتنعطى وش. طيب. تضرب من بين الرجال، تضرب. امشي. طيب. امشي. طيب حبيبتي حرك قدامي. لا جاهز. يلا جاهز. يلا لشوف على البيت. يلا قدامي. ايه صباح الخير استاذ خالد. يا الناس صباح الخير. اهلين امام. جيت بوقتك حاكم خرمان على كاسة شاي. تفضل. صحة. وانا شو لمين ولا هون؟ للآسي معك. تريد شيء استاذ؟ انا لا ابدا بسلامتك. الله يسلمك. عمان خير استاذ. بدي اسألك الآنسة مها شو اخبارها؟ من اي ناحية استاذ؟ ما فهمت عليه. قصدي يعني بس بيني وبينك عماد، ها؟ يعني هاد بضل سر وما حدا بيعرف فيه؟ سرك كبير استاذ، احكي ولا يهمك. بصراحة يعني أنا عم فكر أطلب إيد الآنسة مها. أخطبها يعني. وأنا بوثق فيك يعني، وبعرف إنه خلطتك معها منيحة. فأنت شو رأيك؟ الحقيقة معك حق تفكر فيها، لأنه البنت حلوة وبتلفت نظر. بس بعتقد مالك بالطيب نصيب. ليش؟ مخطوبة يعني؟ لا مو مخطوبة. بس حسب ما سمعت الأنسة مها حلفة يمين ما تتجوز أقل من مدير عام. ايش هيك يعني خبط لزق؟ ايه استاذ خبط لزق. صحيح هي حلوة وبتاخد العقل، بس البين انها طموحة كتير. يعني برأيك ما حاول؟ انا برأيي تنسى الموضوع من عين اصله استاذ. الله وكيلك قديش انا بدللها ولا بتأخر بطلباتها. اي طلب تطلبه بيحضر دغري. بس اذا تضف وغلطت معها غلطه قد راس الدبوس بتتنطور فيي. صحيح هي ما لعي ضربه لازمه، بس ما بعرف استاذ ليش لما بتصرخ فيي هيك بتبلكم لساني بيرتبط، وشي بيحمر وبيصفر لهالدرجه واكثر. لكن ليش عم اقول لك مالك بالطيب نصيب؟ لانه شايفه حالها كثير، وكل الموظفين قدامها دبان، ويا ارض اشتدي وما حدا قدي. يعني لا تكون حاطه مديرنا العام بزهنه.
علمي علمك. عن اذنك استاذ، القهوه رح تبرد. اذنك معك. فظاعة هالطبع اللي عند هالآزم، يعني كل ما بخرم على القهوة جكالة فيه بتأخر بالساعة. اي بسيطة أنت الثانية، ليش هيك بصلتك محروقة؟ شو صاير لك؟ هلا بيجي. تاكلي مسكي؟ ها، اجت القهوة. صباح الخير يا سماح. بلا صباح الخير بلا ضراب السخن، انه وينك لهلا؟ ليش تأخرت علي؟ ما بتعرفني ما بقدر امسك ورق بيدي قبل ما اشرب قهوتي؟ أنا آسف عن سماح، انشغلت شوي بالديوان عند الأستاذ خالد. ومنو هذا الأستاذ خالد؟ عال والله، مو ناقصنا غير هيك نمر. أما سمعة، هلأ خالد صار أحسن مني؟ طولي بالك مها، شغلة مو مستاهلة منو؟ ليش هيك عم تهزي بدني؟ شلون مو مستاهلة؟ ما سمعتي الأفندي شو عم يحكي؟ عم قله ليش تأخرت علي؟ قال أخرني هذا مدري شو اسمه خالد. خلص عسي ما خلص، الزراعية بدأني هالمرة، أنا ما بيهون علي زعلك، ووعد مني بكرة الصبح بتجي وبتلاقي فنجان القهوة عم استناكي على المكتب. منيح هيك؟ ماشي، هيك بدي اياك، بتجيب لي فنجان القهوة قبل كل الناس. يلا روح، روح شوف شغلك. على راسي يا سما، انت بتأمري امر. قسما بالله يا مها انا مستغربة، كيف قدران يتحمل غلاصتي؟ وليش لحتى ما يتحمل؟ صحت له وحده مثلي تتغلظ عليه وما رضي؟ لك يا مها، اللي ما بيشوف من المخ الاعمى الشاب بحبك بس مو طالع بايده شيء المسكين. بيحبني؟ احبه برص وخمسه خرس ان شاء الله، مو ناقصني غير هيك شراشيح. عن اذنكم يا بنات، انا رايحه ساعه زمان وراجعه. شو لوين يا مهوين؟ متوعدة أنا وخطيبي عدنان بدنا نروح نشوف غرفة نوم بداريا. داريا؟ الله يساعدك على هيك جوازة. قال داريا شو مو عاجبك؟ ليش صح لي أحسن وما أخذت؟ الزلمة حالته على قدها، بعدين بكره بيتبحبح وبيجيب لي غرفة نوم أحسن منا، شو المشكلة يعني؟ إذا حالته على قدها مثل ما عم تقولي، فلشو جوازته هذا؟ بتعرفي؟ من كم يوم إجا زارنا واحد شب بيطير العقل، بده يخطبني من أبي. بتعرفي شو قال له بابا؟ شو قال له؟ قال له شوف يا ابني، إذا ما معك ثلاث مفاتيح مالك نصيب عنا. مفاتيح؟ إيه وشو قصده دخلك؟ قصده مفتاح للبيت، ومفتاح للسيارة، ومفتاح للمحل. وأنتِ شو كان رأيك؟ أنا؟ إيه أنتِ؟ يا ستي أنا بدي فوق المفاتيح الثلاثة يكون موظف كبير، ومو ممكن أقبل أقل من مدير عام ولا بأي شكل. اسمعي مني رجاء، بلالك الحديث هلا بدون ما تغيري فكرك، روحي قبل ما تتاخري على خطيبك، روحي. يلا خاطركم يا بنات، انا ما بطول. مهونه الله يكون بعونك ويحمل معك ويصبرك على الايام الجايه يا رب. ما قلت لي عماد شو اخبار لاني سمها بعد ما تجوز مديرنا؟ عود عود. هو بيني وبينك بالاول صفرت وحمرت، بس هلا هديت وقبلت بالامر الواقع. ايوه. طيب هلا هي منين بدها تدبر مدير عام وتتجوزه؟ حسب ما سمعت من قاسي عبير انه هلا بعد ما تجوز مديرنا العام غيرت رايها وقال بتقبل بمدير دائره بس يكون وضعه المادي منيح. اها. خليها تنطر لكان. بلكي هيك الله بينولها مرادها وبتتجوز بعدين. تعرف استاذ خالد؟ يمكن لو ما حضرتك تجوزت كان ممكن تقبل فيك الأنسي معها باعتبارك مدير دائرة. هو صحيح أنا مدير دائرة بس وضعي المادي على حاله، فكيف بدها تقبل فيني؟ ما بعرف، بيجوز ما كانت دققت. يا سيدي أنا هلأ اتجوزت وخلصت ومرتي قبلانة فيني على عجري وبجري، بس أنت قلي الأنسي معها شو عم تعمل بهالأيامين اللي عم تحلفها؟ ما فهمت أستاذ شو قصدك؟ اللي بقصده انه الانسه مها كانت على الطالعه والنازله تحلف يمين انه ما بتتجوز الا مدير عام، وهلا اتنازلت. ما بعرف يمكن عم تطالع كفاره. عن اذنك استاذ. تفضل اخي. تسلم حبيبتي مها، انا مضطره اطلع بكير اليوم. وليش بقى من غير شر؟
بدي روح جيب الصبي من بيت حماية. بقى إذا أجا شي مراجع بغيابي الله يوفقك، تصرفي معه بدالي، تسلم لي عينك. وأنا معه مضطرة أمشي كمان اليوم بكير، لأنه أنا وجوزي فوزي معزومين على الغداء عن جماعة. إيه وشو المعنى؟ يعني بدكن يعني يضل هون لحالي وش بوش الحيطان؟ إيه معني شي مهوها حبيبتي، بكرة إن شاء الله بس تتجوزي نحمل كتف عنك بالشغل ومنخليك تطلعي كل الفرق. بدك صراحة معها؟ والله أنا بحسدك. وعلى شو دخلك؟ لأنه أنتي لا وراكي ولا قدامك، لا في عندك رجال ينق ولا ولد يبكي. ايه وشو قصدك يعني؟ ما قصدي شي، قصدي إنه عايشة لحالك ولا على بالك، ونحن عم نركض نركض ما عم نلحق. طبعاً، اللي بده يتجوز هيك جوازة فقرية، هيك بده يصير فيه. بيني وبيني ما في أحلى من الجواز. ايه والله والله عندي ضحكة سمورة بالدنيا كلها. ومنو هذا سمورة كمان؟ ولو أوام نسيتي ابني سامي. ايه الله يخلي لك سامر وأبو سامر، لشوف شو بدك تستفيدي منهم غير بالسق والنق والطلبات وشغلان البال. يلا عبير خلينا نمشي تأخرنا. يلا بدكن تروحوا روحوا، انتو حرين، بس إن شاء الله يمرق المدير وما يلاقيكم. وإذا سألني عنكم أنا ما دخلني. المدير وهو أعزب ما مرق لهون لحتى يمرق وهو متجوز. شو قصدك عبير؟ عبير تعي فهميني شو قصدك؟ صباح الخير. أهلين عماد. شو؟ أكيد الفنجان الأنسة مها مو هيك؟ إيه نعم أستاذ، للأنسة مها. دخلك؟ صار لي زمان ما عم بصدفها بالمؤسسة، يعني شو أخبارها؟ حركتها قليلة بالمؤسسة، بس لساها على حطة إيدك. دخلك؟ شو أخبار الزواج عندها؟ ما بعرف أستاذ. ما عادت حكت بالجواز بنوب، ما عادت فتحت سيرته. آخر مرة شفتها لمها قاعدة لوحدها. أنا بعرف إنه أم سامر أخذت تقاعد جزئي. أم رامز شو أخبارها؟ أم رامز أخذت أمومة أستاذ. بتعرف أنا عم أفكر آخذ تقاعد جزئي، أصلاً مليت من كل هالوظيفة. الله يلحق معك يا أستاذ. أنت بتتعب كتير، حامل كل هم هالدائرة على كتافك، الله يكون بعونك. يلا أنا بالإذن لازم نروح لعند الأنسة مها، حاكم القهوة برديت. الله معك، وينك؟ سلم لي عليها. وصي أستاذ وصي. صباح الخير يا سمها. أهلين عماد، صباح النور. سلموا الإيدين. دياتك. يا الله. عماد. خير يا سما. قلي لشو شو اخبارك؟ الحمد لله خير. مبسوط؟ الحمد لله، مين رضي عاش. طيب بدي اسالك سؤال، بس بتمنى انك تجاوبني عليه بصراحه. انا روح قلبي الصراحه. يعني انا من زمان ملاحظه انك بتطلع فيه تطليعات خاصه، نظراتك دائماً إلى أكثر من معنى. عم بحكي صح ولا أنا غلطانة؟ محشومة من الغلط أنا سمان. يعني كلامي صحيح؟ إيه صحيح. طيب وشو بتقصد يا ترى من النظرات؟ والله ما بعرف شو بدي أقولك. يعني إذا قلت لك ما بتزعلي؟ لا 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 ولا يهمك، أكيد ما رح أزعل. بصراحة أنا كنت معجب فيكي كتير يا أنا سمان. طيب وليش ساكت؟ يعني ما فيها شيء إذا حكيت؟ الإعجاب شغلة مشروعة. شو بدي أحكي؟ أنا وين وأنت وين؟ من شو ناقصك أنت يعني؟ شب وعين الله عليك ومهذب وعم تكسب رزقك بعرق جبينك، ولا ناقصك لا إيد ولا رجل ولا لسان. عم تحكي جد أنسى ما؟ طبعاً عم بحكي جد. شو ناقصك يعني أنت؟ ألف بنت بتتمناك بما فيهم انتي انسى مها؟
اي نعم يا سيدي، وانا كمان. يعني لو كنت طلبت ايدك كنتي وافقتي؟ وليش لحتى ما وافق؟ زمانك مصدقني، بعت اهلك خليهم يزورونا وشوف بعينك اذا بوافق ولا لا. عم تحكي جد ولا عم تمزحي قاسمها؟ لا عم بحكي جد، ليش لحتى امزح يعني بهيك مسائل؟ يا حسره يا قاسمها، مالي بالطيب نصيب. ليش بقى؟ لانه من يومين بس كتبت كتابي على بنت خالي. عم تحكي جد استاذ عماد؟ اي نعم، وجد الجد يا قاسمها.